المعركة الكبرى بين المخابرات الصينية والأمريكية، القصة الكاملة. في 2010 وقعت معركة كبرى بين المخابرات الصينية والمخابرات الأمريكية. في 2018 نشرت وكالة نوفيستي الروسية للأنباء معلومات عن ذلك. قبل كده نيويورك تايمز تحدثت عن هذا الموضوع. إذا مصادرنا نيويورك تايمز ومصادرنا أيضا وكالة نوفيستي. المعركة دي زي ما قلت لحضراتكم إنه 2010 كانت المعركة الكبرى بين الجهازين. فما الذي جرى؟ الصين حضراتكم عارفين دلوقتي تاني اقتصاد في العالم، كمان شوية هتكون رقم واحد في العالم. الاقتصاد مجال رئيسي للتجسس. الصين بتصعد اقتصاديا وتصعد عسكريا وتصعد في النفوذ الإقليمي والدولي، وبالتالي منطقي إن التجسس عليها يزيد وتلاقي مئات الجواسيس لصالح أمريكا وغير أمريكا تعمل في الصين، وبرضه في جواسيس صينيين بيعملوا حول العالم. فأمريكا مع الصعود الكبير للصين رمت جواسيس في كل مكان في الصين، وبقت أمريكا تسمع وترى كل ما يجري في الصين تقريبا طبقا لوكالة نوفيستي. جندت مسؤولين في الدولة الصينية على مستويات مختلفة، رجالتها منتشرين في كل مكان، عندها معلومات رهيبة باستمرار عما يجري في الصين على الصعيد السياسي والعسكري وعلى الصعيد الاقتصادي. وإذ فجأة بدأت أمريكا تلاقي المعلومات اللي بتجيلها في واشنطن قليلة قوي، المعلومات الاستخباراتية اللي بتيجي قليلة، يدوب بدأت تقل المعلومات، تاني شهر تقل أكتر، تالت شهر تقل أكتر، تاني سنة مفيش معلومات تقريبا. فما الذي جرى؟ أمريكا تأكدت طبقا لصحيفة نيويورك تايمز أنها هزمت استخباراتيا في الصين، وإن الصين ألحقت هزيمة كبرى بالاستخبارات الأمريكية. أمريكا بدأت تفكر إزاي الصينيين قدروا يعرفوا كل هذه الشبكة؟ إزاي الصينيين قدروا يلقوا القبض على كل هؤلاء الأشخاص بمعلومات دقيقة؟ الصين طبعا لما اكتشفت هذه الشبكة تعقبت أفرادها، سجلت لهم، يروحوا مطعم تلاقي ميكروفون تحت ترابيزة، يروحوا فندق تلاقي ميكروفون في ريسبشن، يروحوا أي مكان باستمرار، حتى الجرسونات هم في الاستخبارات الصينية، لغاية ما خدوا معلومات كتيرة جدا. في نفس الوقت كان الجواسيس الأمريكان عندهم ثقة زيادة في نفسهم أنهم اشتغلوا مدة سنوات طويلة بدرجة عالية جدا من الكفاءة، ثقة بقى لأنهم اشتغلوا كويس جدا، اخترقوا دوائر كتيرة جدا، جابوا معلومات كتيرة قوي. وفي هذه الحالة، حالة الاسترخاء والثقة، نفعت الصينيين بعد ما جابوا معلومات عنهم ان هم يراقبوهم في كل مكان. ثم قامت الصين بإعدام قرابة 30 مسؤول استخباراتي، 30 جاسوس إعدام، وفي بقى العشرات سجون لمدة طويلة. إنما يقدر الذين أعدموا أو الذين قتلوا عموما ما بين 20 إلى 30 مسؤول استخباراتي أو جواسيس لأمريكا في الصين. طيب الصين إزاي عرفت؟ ده السؤال بقى اللي مطروح في أمريكا. كيف اكتشفت الصين شبكة معقدة ومركبة بهذا المستوى؟ اتعمل اجتماع على نطاق واسع جدا، أفضل ضباط FBI، أفضل ضباط من CIA، من أجهزة استخبارات ستة في أمريكا، عملوا خلية عمل علشان يشوفوا إيه اللي حصل وإزاي الصين قدرت تكتشف هذه الشبكة. طبعا كانوا قدام خيارين، إما إن الصين لها جواسيس بني أدمين موجودين في المخابرات الأمريكية، يعني جندت زي اللي اتحدث فيه قبل كده، جندت ضباط في أجهزة المخابرات الأمريكية وهم دول اللي ادوا بطريقة مباشرة للصينيين معلومات، جرى فحص هذا الأمر وتم اعتقال موظفة في وزارة الخارجية الأمريكية، في تحويلات كتيرة جات لها من الصين، وجرى اعتقال ضابط أمريكي من أصل صيني راح فتح شركة في هونج كونج وعايش فترة هناك وعنده أموال صينية كتيرة، خدوا موبايلاته
واللابتوب لقوا عنده معلومات كتيرة جدا عن مسؤولين وعن استخباراتيين أمريكان. إلا أنه استقر الرأي أنه لا دي ولا ده مفيش جواسيس بشريين موجودين تم تجنيدهم، إنما الموضوع كله هو معركة إلكترونية. إن قدرت الصين تخترق أجهزة الحاسوب الأمريكية وإنها تقرصن على أمريكا وتاخد كل هذه المعلومات اللي أخدتها. طبعا إنك تقتحم شبكة معلومات الاستخبارات الأمريكية، تجيب الجواسيس اللي موجودين في الصين وكل شخص اسمه ومكانه وبيعمل ايه في أي حتة، بتتكلم على هزيمة كبرى. شيء طبعا خيالي إن في ضربة واحدة بسبب نجاح إلكتروني في اختراق إلكتروني كبير تقدر الصين إن هي تنهي شبكة جاسوسية كبرى أمريكية في الصين. الصحف بتقول إنه 2010 تم الاكتشاف، 11/12 على 2013 تم تصفية الجميع ما بين إعدام، ما بين بقى اللي هرب هرب، وما بين الباقي في السجن، ولم يعد هناك الكثير من الجواسيس الأمريكان في الصين. تقديرات الخبراء إن أمريكا قدامها سنين طويلة جدا علشان تعمل شبكة تجاسس في الصين بهذا الحجم وهذا المستوى، وتقديرات إن حتى ولا سنوات طويلة ممكن تعوض اللي حصل، لأن الصين بقت يقظة جدا، وإن الأمريكان ما تخيلوش، وهم متمكنين جدا استخباراتيا الأمريكان، ما تخيلوش إن الصينيين ممكن يقتحموا ويقدروا يخترقوا الحواجب الإلكترونية ويصلوا إلى كل هذه المعلومات. إذن دي معركة خطيرة جدا. أحد جوانبها الخطيرة أيضا ما يقال إن الصين ممكن تكون إدت هذه المعلومات إلى روسيا، والبعض بيقول غالبا الصين إدت المعلومات لروسيا. ليه؟ لأنه في نفس التوقيت اختفى كتير من جواسيس أمريكا في روسيا. يبقى إذن ممكن تكون هزيمة مزدوجة، إن الصين وروسيا قدروا إن هم يقضوا على شبكات تجسس كبرى أمريكية موجودة في البلدين. هذه قصة معركة خطيرة جدا نقلت بعض وقائعها نيويورك تايمز، ونقل الكثير من تفاصيلها أو نقلت الكثير من تفاصيلها وكالة نوفيستي الروسية للأنباء.